فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد العسكري من قناة موبايلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وأنتم بخير وبصحة، أدام الله عليكم الفرح والسرور. زي ما تعودنا في القناة احنا بننزل موبايلات مستعملة بأسعار كويسة جدا، كمان بننزل موبايلات متبرشمة بنبيعها بسعر المستعمل. لو أول مرة تشوف الفيديو على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما قلت احنا بنتكلم على أسعار الموبايلات مستعمل وجديد، كمان بنتكلم على أسرار وخبايا الصيانة، كمان بنتكلم على أسعار الاكسسوارات. الموبايل دوت 16 جيجا الرام 2، آسف، الموبايل ده 16 جيجا الرام 1، الموبايل كسر زيرو، الموبايل ده يا جماعة مفيش فيه خدش. صاحب الموبايل دوت فعلا كان محافظ عليه كويس جدا جدا. البطارية بتاعت الموبايل دوت 4000 أمبير، الموبايل مفيش فيه غلطة. هنفتح الموبايل ونتفرج عليه من الداخل. طبعا انا قلت ان الموبايل ده مش مفتوح، الموبايل ده زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل مش مفتوح، دي البرشامه بتاعه الموبايل اللي بتدل ان الموبايل ما اتضربش فيه مفك. طبعا الموبايل خطين وميموري، كاميرا خلفيه، الموبايل ده ما هوش لا بصمه اماميه ولا بصمه وجه، الموبايل ده نظيف وحاجه على قد الايد. انا ببيع الموبايل دوت ان شاء الله ب 500 جنيه. الموبايل زي ما حضراتكم كده شايفين مفيش فيه خدش، مفيش فيه خبطه، مفيش فيه خربوش، الشاشه بتاعته مفيش فيها خدش، والموبايل بصراحه سلس وخفيف، يعني موبايل سلس وخفيف ما بيهنكش، موبايل محترم جدا انفينكس هوت 4، هبيعه ان شاء الله ب 500 جنيه. ندخل على الموبايل اللي بعد منه بسرعه، ده موبايل نوفا 3 اي، الموبايل دوت 128 جيجا الرام 8، موبايل 128 جيجا الرامات 4، 128 جيجا الرام 4، الموبايل دوت بصمه خلفيه وبصمه وجه، الموبايل دوت بسم الله ما شاء الله من الموبايلات اللي كانت نازله في يوم من الايام عامله 5000 جنيه، خد بالك ان الموبايل دوت فيه شرخ زي ما انا مصوره كده دوت، وفي اللون الاصفر دوت، هنخش على حاجه بيضاء عشان تشوف الصفار، ده في صفار في الجنب زي ما حضراتكم كده شايفين، لكن الموبايل شغال بكامل قوته، الموبايل ما فيش فيه مشاكل في السيستم بتاعه بالكامل شغال، الصوت، الاتصال، الرنين، النت، كل حاجه. وخد بالك ان الموبايل بصراحه سعره كويس على حالته، انا ببيع الموبايل دوت ب 850 جنيه، الموبايل اسمه نوفا 3 اي زي ما حضراتكم كده شايفين. الموبايل دوت برضه سعره حلو، وانا مراعي الشرخ اللي فيه والحته الصفراء اللي في الجهاز، لكن الجهاز على النت على النت ممتاز جدا في الالعاب طلقه، يعني موبايل حلو نوفا 3 اي، الناس اللي مسكت في يوم من الايام نوفا تعرف قيمه الجهاز دوت كويس جدا جدا جدا. بعد كده معانا موبايل جراند برايم بلس، الموبايل دوت 8 جيجا رام 1.5، الموبايل دوت جميل جدا مش مفتوح، الموبايل دوت ذاكره داخليه 8 جيجا وزي ما قلت رام 1.5، موبايل مارشميلو اندرويد 6. خد بالك ان الموبايل جراند برايم بلس ده من العيوب بتاعته ان هو ما بيقبلش غير اربع برامج فقط لا غير، يعني لو انت عايز تنزل فيديوهات ياخد فيديوهات زي ما انت عايز، عايز تنزل اغاني ياخد ملفات صوتيه زي ما انت عايز، انما تنزل العاب وتنزل برامج جراند برايم بلس ما بيقبلش غير اربع برامج فقط لا غير، يعني لو انت حبيت تنزل برنامج خامس بيطلب منك ان انت تحذف برنامج من الاربعه اللي انت نزلتهم على الموبايل ده، الموبايل ده انا ببيعه ب 450 جنيه مش محلول مفيش في غلطه. بعد كده معانا موبايل هواوي، هواوي اي 8، الموبايل ده 32 جيجا الرام 2، موبايل نظيف جدا كسر زيرو، مفيش فيه خدش مفيش فيه خربوش، الموبايل دوت بصمه خلفيه وبصمه وجه الوان في منتهى الجمال، خد بالك ان الموبايل دوت معهوش حاجه وانا ببيعه ب 850 جنيه مفيش فيه خدش، موبايل حلو جدا، الموبايل دوت نوتش من الموبايلات الحلوه اللي هتستخدمها صراحه في الالعاب وفي كل حاجه، الموبايل ده كويس جدا وبرضك سعره في المتناول. بعد كده معانا شاومي 9 سي، الموبايل دوت معهوش حاجه، شاومي 9 سي، الموبايل دوت 64 جيجا الرام 3، ببيع الموبايل دوت ب 1200 جنيه زي ما حضراتكم كده شايفين، الموبايل محترم جدا، الموبايل دوت معاه الشاحن الاصلي فقط لا غير، معاه شاحن الشاومي، الموبايل ده 3 كاميرات خلفيه وبصمه خلفيه وبصمه وجه، من الموبايلات برضك الحلوه اللي شركه شاومي منزلها. خد بالك الموبايل دوت بطاريته 6000 امبير، يعني بطاريه تقعد معاك يومين كاملين، والسعر بتاعه برضك في المتناول 1200 جنيه بالشاحن الاصلي. ندخل بقى على الموبايلات اللي هي عاليه شويه، معانا موبايل اوبو اي 15، الموبايل ده اوبو اي 15، الموبايل ده 32 جيجا رام 2، خد بالك ان الموبايل ده كسر كسر زيرو مفيش فيه خدش، يعني الموبايل دوت لو محل حب يبيعه جديد يبيعه جديد، لان الموبايل بجد مفيش فيه خدش، حتى حاجته الداخليه ما اتفكتش، يعني انا بفرجك دلوقتي على حاجه الموبايل الداخليه ما اتفكتش، الموبايل زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل ده تقدر تقول عليه ان هو جديد بالفعل، يعني صاحبه اشتراه وباعه ما لحقش يفرح بيه ولا حتى
يقعد بيه شهر ولا اسبوع، موبايل زي ما حضراتكم كده شايفين كسر كسر زيرو، مفيش في خدش. خد بالك الموبايل ده نازل منه موبايلين، في موبايل منهم 32 جيجا رام 2، وفي موبايل منهم 32 جيجا رام 3. الموبايل اللي معايا دوت رام 2 وببيعه ان شاء الله ب 1700 جنيه، لان الموبايل كسر زيرو ومعاه الحاجه بتاعته بالكامل. الموبايل ده ببيعه ب 1700 جنيه. اوبو اي 15 من الموبايلات الحلوه اللي بصراحه الكل بيشكر فيها، والموبايل بصراحه حالته تدل على انه يعتبر فعلا جديد. نسينا نتكلم على موبايل سامسونج اي 10 اس، الموبايل دوت 32 جيجا الرام 2، الموبايل دوت معاه شاحن اصلي لكن شاحن انفليكس، يعني معاه شاحن اصلي ومعاه السماعه لكن معاه شاحن انفليكس اصلي. الموبايل ده 32 جيجا الرام 2، انا ببيع الموبايل دوت ب 1200 جنيه، مفيش في خدش مفيش في خربوش. الموبايل ده بصمه خلفيه وبصمه وجه واثنين كاميرا خلفيه. موبايل سامسونج اي 10 اس من الموبايلات الحلوه اللي الناس بصراحه شكرت فيها، وبرده السعر بتاعه في المتناول 1200 جنيه. في بعد كده معانا انفينكس سمارت 3 بلس، انفينكس سمارت 3 بلس، الموبايل ده 32 جيجا رام 2، موبايل ما فيش فيه غلطه، ما فيش فيه تكايه، ما فيش فيه مشكله واحده، الموبايل ده بثلاثه كاميرا خلفيه، ثلاثه كاميرا خلفيه، موبايل حلو جدا، بصمه خلفيه، من الموبايلات برضك اللي كانت نازله غاليه في شركه انفينكس. انا ببيع الموبايل ده ب 850 جنيه، اسف ان انا بسرع الفيديو شويه عشان خاطر الفيديو ما يبقاش مساحته كبيره بالنسبه للناس. نخش بعد كده على موبايل اعلى شويه، ريلمي 6 اي، ريلمي 6 اي، الموبايل ده 64 جيجا رامات 3، الموبايل ده كسر زيرو، مفيش فيه غلطه، مفيش فيه خدش، معاه العلبه بتاعته ومعاه الشاحن بتاعه، موبايل محترم جدا زي ما حضراتكم كده شايفين، الموبايل كسر كسر زيرو، ببيع الموبايل دوت ب 1700 جنيه، معاه العلبه بتاعته ومعاه الشاحن بتاعه، بصمه خلفيه، الموبايل ده اربع كاميرات خلفيه، أربع كاميرات خلفية، بصمة خلفية، بصمة وجه، موبايل حلو، سلس، سريع، مفيش فيه غلطة، مفيش فيه تكاية، من الموبايلات الحلوة اللي تشتلها اللي تشتلها ريلمي 6 اي، وقليلة برضه في السوق، يعني أنت من أكيد بتلاحظ إن الموبايل دوت الريلمي ده قليل قوي في السوق. بعد كده معانا موبايل أوبو إي 52، الموبايل دوت 128 جيجا، الرام 8. موبايل كسر زيرو، مفيش فيه غلطة، مفيش فيه خدش، مفيش فيه غلطة واحدة، معاه الشاحن الأصلي زي ما حضراتكم كده شايفين، الشاحن الأصلي بتاعه، الموبايل حلو جدا. زي ما قلت قبل كده الموبايل معانا كمان اللي هو الموبايل شاومي نوت 9، شاومي نوت 9 64 جيجا رامات 4، رامات 3 آسف، الموبايل ده أربع كاميرات خلفية، بصمة خلفية، بصمة وجه، الموبايل من الموبايلات الحلوة، الموبايل طبعا دوت الكاميرا المدفونة. شاومي نوت 9، الموبايل برضو معاه الحاجه بتاعته ان شاء الله حاجته الاصليه. انا ببيع الموبايل دوت باذن الله ب 1800 جنيه، هو فيه بعض النمش الخفيف في الجهاز، لكن انا زي ما اتفقت الحاجه اللي هيكون فيها نمش هننزل من سعرها، هننزل من قيمتها، والحاجه اللي هي ما فيش فيها نمش هنقول ان هي ما فيش فيها نمش وهنظبط سعرها ان شاء الله. شاومي نوت 9 الموبايل ده هبيعه ب 1800 جنيه. نيجي بعد كده في شاومي نوت 9 برو، شاومي نوت 9 برو 128 جيجا رامات 6، زي ما حضراتكم كده شايفين الموبايل مفيش فيه خدش، مفيش فيه خربوش، مفيش فيه تكايه واحده، موبايل بسم الله ما شاء الله شبه الجديد بالظبط، موبايل دوت بصمه جانبيه، اربع كاميرات، موبايل حلو، موبايل سلس، موبايل خفيف، الموبايل دوت ان شاء الله هنبيعه ب 2800 جنيه. من الموبايلات الحلوه، الموبايل معاه شاحن ولكن مش الشاحن الاصلي، يعني هو معاه شاحن لكن شاحن اوبو، لكن الشاحن ده ما هواش اصلي، ده طبعا شاحن اوبو بيتباع في السوق ب 50 60 جنيه. زي ما اتفقنا الناس اللي هي اشترت من عندي موبايلات او الناس اللي هي اتعاملت معايا يا ريت تثبتوا وجودكم ان شاء الله بتعليق وتقول عن تجربتك معايا ومع الشغل اللي انت اخدته مني. لو في غلطه علق بالغلطه وما عنديش اي مشكله ان انت تنتقدني، ما فيش اي مشكله، كلنا برضك ممكن نغلط، وممكن على فكره اشتري تليفون ويفوت عليا حاجه ولو بسيطه، ولكن بفضل الله احنا بنحاول نكسب حاجه على قدنا، وفي نفس الوقت المركب بتاعتنا تبقى ماشيه، والحمد لله رب العالمين بفضل الله وحده المركب فعلا بفضل الله ماشيه، وربنا كرمنا وموسعها علينا باذن الله.
يا جماعة أنا دايما بكرر كلامي، أي حد ممكن يشتغل في التليفونات، أيوة أي حد ممكن يشتغل في التليفونات. فحد اتكلم معايا وبيكرر كلامه معايا، بيقول إن صعب جدا إن أي حد يشتغل في التليفونات، وإن أنا بسفه الشغلانة، وإن الموضوع صعب جدا جدا جدا. الموضوع صعب جدا جدا، أنت شايفه صعب جدا جدا لأن أنت أصلا ما دخلتش في الموضوع. الموضوع ما هو صعب جدا وما فيش فيه أي مشكلة، بس أنت حاول وينوي. على فكرة حتة بس إن أنت تنوي إن أنت تشتغل في الموبايلات ده مكسب. يعني انت كده بتخطي خطوه اولى، بعد كده تبدا تتابع حركه البيع والشراء بالنسبه للمستعمل. خش الانترنت، خش الفيس، خش جروبات المستعمل وتابع حركه البيع والشراء بالنسبه للموبايلات. هتلاقي ناس بتنزل موبايلات كتير، خش واحصر نفسك في البيع والشراء وقول له اخره كام وحاول تشتري وحاول تبيع. هتلاقي الموضوع معاك ان شاء الله سهل. خلي الموضوع يتردد في ودانك كتير ان انت هل ممكن تشتغل في التليفونات. ايوه ممكن تشتغل في التليفونات، زي ما انت شايف كده كل الموبايلات دي تقريبا النهارده الناس بيعينها. يعني انت شايف 1 2 3 4 6 8 10 12 العدد ده كله النهارده ناس بيعاه. طب الناس اللي باعت الموبايلات دي مش هتشتري موبايلات؟ هتشتري موبايلات. طب هم باعوها ليه؟ باعوا عشان واحد بيحدث، واحد مزنوق، واحد عايز يخرج من الشاومي ويدخل في الاوبو، واحد عايز يخرج من الاوبو والشاومي ويجيب حاجه سامسونج، واحد كان معاه ذاكره 16 جيجا فعايز يجيب ال 32، واحد كان معاه ال 32 عايز يجيب ال 64، واحد عايز يجيب بصمه خلفيه والتاني ما. هتلاقي ناس مختلفه. المهم في الاول وفي الاخر ايه؟ ان في ناس باعت، فالناس اللي باعت دي اكيد هتشتري. وانت شايف الكميه ده، انا بتكلم عن شخص انا فقط لا غير. خش بقى انت على برامج البيع والشراء، هتلاقي ناس بتبيع في المستعمل موبايلات كتير جدا. خش على الفيسبوك هتلاقي كل جروبات المستعمل بتعرض موبايلات. خش انزل المحلات هتلاقي المحلات كلها بتشغل موبايلات مستعمل. فكلامي بيدل ان الموضوع نفسه ماشي كتير جدا. فانت ممكن تخش في الشغلانه، ادخل ولو حبيت تسالني اي سؤال انا تحت امرك، هدلك زي ما في غيرك دلني. انا برضو ما كنتش ليا لا في التليفونات ولا بشتري في التليفونات ولا اعرف حاجه في التليفونات. بالعكس انا كنت اصلا بكره التليفون، وربنا سبحانه وتعالى كرمني، واحد دلني ابن حلال، وانا عايزك انت كمان ربنا يكرمك زي ما